بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، لازلنا نتواصل معاكم ونحن نتواصل ما شاء الله منذ الصباح الباكر مع هذه الانطلاقات الجميلة. نذكر صاحبة التوقيت الأفضل والأجمل، صاحبة الإنجازات منذ سن الفطمان ما شاء الله حشيمة، صاحبة السيارة في ميدان أو مهرجان التلة، وصاحبة التوقيت في الأسبوع الماضي هناك على أرضية ميدان الإحباب، وفي هذا اليوم تسجل الحدث، تسجل التوقيت 4:30 10 من الزمن الثاني. تهانينا لعلي بن حارب الخاصوني، وأيضا التهاني دائما موصولة لمضمن هذا الشعار راشد بن حارب الخاصوني. شكرا يا أبو حمدان. شوطنا بنقول السابع، شوطنا السابع في مجموعة هذه الأشواط، ينطلق شوط الأحداث الجميلة. وأمال كل مضمر وكل مالك وكل الجماهير الحاضرة، شقرة في المركز الأول، من تسيطر على المركز الأول غرام لأحمد بن هلال بن أحمد بن إبراهيم، النقلة على بهو في المركز الثاني لعبد الله بن راشد بن حميد الغويس، وفي المركز الثالث متعب محمد حمد بن مصلح جمهور الإحبابي ايضا حاضر مع شعار النقل. على المركز الرابع اللي غيرت ثلاث مراكز، هناك من تاتي في هذه اللحظات املوله مطرب سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الخامس اللي غيرت ثلاث المركز الرابع هنا ريمه لسعيد بن سالم بن محمد بن واس، مرحبا الشاعر. هكذا ايها الاخوه كانت نتيجتنا للمراكز ذعناها، عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان النداء ما شاء الله للمراكز الخمس التي خصصت لهذا اللقاء في هذه الشارة وفي هذه المكرمة الجميلة وهذا الأداء. وهناك متعب ما شاء الله اللي مسيطر على المركز الأول، والشاعر دائما يتألق بأبياته وبإنجازاته في هذا الميدان أو في أي ميدان ما شاء الله. متعبة في المركز الأول، محمد حمد بن مصلح بن جمهور الإحبابي حاضرا مع هذا الاسم الجميل ما شاء الله، نقله هناك. على المركز الثاني الضبي لأحمد زويد حميد القنعوبي ما شاء الله مسيطرا بثاني المراكز. النقلة على المركز الرابع بنقول هناك غرام أحمد بن هلال بن أحمد إبراهيم، المركز الثالث، المركز الرابع هنا باهو تأتي في ثاني الرابع مراكز عبد الله بن راشد حميد الغويس، وفي المركز الخامس راهي سعود بن عبيد بن حامد الطليجي. هكذا كانت نتيجتنا للمراكز ذعناها، عليكم بالهو التمام والأسامي اللي تقترب من خلف كواليس هذا الانطلاق اللي حاضر هنا مع هذا الانطلاق. ولكن متعب صامدة متعب على المركز الأول. يلا يا بن مصلح، يلا يا بن مصلح، نبغي أداء متعب. المركز الثاني غرام أحمد بن هلال بن أحمد إبراهيم، بينما اللي في المركز الثالث وصلت راهية لسعود بن عبيد حامد الطنيجي، وشقرة على رابع المراكز محمد بن سعيد بن محمد بن أحمد إبراهيم، وفي المركز الخامس هلي في المركز الخامس بهو في خامس المراكز عبد الله بن راشد بن حميد غانم الغويص. هكذا مستمعينا على أعزاء ذعناها، عليكم بالفتمام. متعبة غرامة وراهية وشقرة لمن الشوط أيها الإخوة، هل الفقع ولا الخوانيج؟ هذا والعلم عند الله، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل والله المعطي. متعبة مسيطرة حتى هذه اللحظة، وهنا غرام تحاول انتزاع المركز الأول بين متعبة وبين غرام. اللحظات الجميلة، اللحظات المميزة، اللحظات التي دائما تشهد لهذا الشعار. قلت لكم مميز بأبياته وإنجازاته. شكرا يا بن مصلح، محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحباب بمنافسة فوز متعب المركز الأول. المركز الثاني أحمد بن هلال وإبراهيم، المركز الثالث محمد بن سعيد وإبراهيم، المركز الرابع سعود حامد الطنيجي، وفي المركز الخامس عبد الله بن راشد بن حميد الغويص. 4:40 22 جزء الثاني. تهانينا يا شاعرنا، تهانينا يا بن مصلح على هذا الأداء الجميل والمميز.